السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحب وسعادة أحبة التلاميذ في كل مكان. معكم المعلمة ياسمين غوري، معلمة الصف الأول من مدرسة الشهيد عبد الرحمن عرفة في محافظة حماة. عدنا إليكم بدرس جديد من مادة العربية لغتي مع باقة من زهور الصف الأول، فلنتعرف عليهم. محمد نسيم دباب، أهلا بك. حبيب شمتوت، فاطمة أزهر، سائر غوري، منى قنبر. أهلا وسهلا بكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. دائما وأبدا الحمد لله. سوف نستمع إلى قصة جميلة، ولكن قبل أن نبدأ بمشاهدة واستماع هذه القصة سوف أسألكم سؤال، هل أنتم جاهزون؟ جاهزون. ما هي اللغة التي نتكلم بها جميعنا؟ من سيقول لي؟ فاطمة تفضلي. اللغة العربية. أحسنتي. من سيقول لي ما هي اللغة العربية؟ لغة من؟ لغة من اللغة العربية؟ تفضلي يا نسيم. لغة القرآن الكريم. أحسنتي، لغة القرآن الكريم. والآن سنشاهد ونستمع هذه القصة الجميلة. يحب اللعب كثيرا. عندما مشى في الطريق سمع طنين نحلة، فقال يا نحلة تعالي والعبي معي. فلعبت معه النحلة بكل سعادة ثم ذهبت. بعد ذلك شاهد بطة فقال يا بطة تعالي والعبي معي. فلعبت معه البطة بكل سعادة إلى أن ذهبت. ثم شاهد قطة فقال يا قطة ما رأيك أن تلعبي معي؟ قالت له القطة وهي تضحك نعم سألعب معك، إلى أن ذهبت. بعد ذلك شاهد الطيور فنادى الطيور يا طيور تعالي والعبي معي، أنا سعيد جدا اليوم. فلعبت معه الطيور إلى أن ذهبت. بعد ذلك شاهد طفلا في يده حبة طماطم وهو يقول أنا البطل الشجاع آكل الطماطم. فضحك البطريق وقال ما أجمل هذا اليوم، لقد كان يوما طويلا مليئا باللعب والسعادة. وبعدما قمنا بمشاهدة هذه القصة الجميلة، من سيقول لي ما هي أسماء الحيوانات التي ذكرت في القصة؟ من سيقول لي أسماء الحيوانات التي ذكرت في القصة؟ شهد. بطريق. بطريق، أحسنتي أيضا. فاطمة. فاطمة. طيور. أحسنتي أيضا. رفيف. قطة. قطة. مهند. نحلة. نحلة. نسيم. بطة. بطة. سنشاهد إن كانت إجاباتكم صحيحة أم لا. أحسنتم، بطريق، بطة، طيور، قطة، ونحلة. من سيقول لي ما هو أكثر حرف تكرر في أسماء تلك الحيوانات؟ نسيم تفضلي. حرف الطاء. حرف الطاء. من أيضا يقول لي؟ مهند. حرف الطاء. حرف الطاء. من سيقول لي أيضا؟ فائر. حرف الطاء. حرف الطاء. سنرى إن كانت إجاباتكم صحيحة أم لا. أحسنت. إذا عنوان درسنا لهذا اليوم هو حرف الطاء. من سيسمعني صوته الجميل؟ تفضلي يا فاطمة. ط. أحسنتي. أيضا من سيسمعني صوته الجميل؟ رفيف. ط. أحسنت. إذا عنوان درسنا هو حرف الطاء الذي صوته ط. لدينا مجموعة من الصور كي نتعرف على أشكال حرف الطاء. من سيقول لي ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ تفضلي يا نسيم. طير. طير. هل جاء حرف الطاء في كلمة طير يا نسيم؟ نعم. أين جاء حرف الطاء؟ بأول الكلمة. بأول الكلمة. جاء متصل أم منفصل؟ متصل. أحسنت. الصورة الثانية من سيقول لي ماذا نشاهد فيها شهد؟ مطر. مطر. هل جاء حرف الطاء في كلمة مطر يا شهد؟ نعم. أين جاء حرف الطاء؟ في وسط الكلمة. في وسط الكلمة. أحسنت. الصورة الثالثة من سيقول لي أيضا ماذا نشاهد رفيف؟ بط. بط. أحسنت. هل جاء حرف الطاء في كلمة بط يا رفيف؟ نعم. أين جاء حرف الطاء؟ بآخر كلمة متصلة. أحسنت، رائعة. والصورة الأخيرة من سيقول لي ماذا نشاهد؟ فائد. خيار. خ...
خياط. هل أتى حرف الطاء في كلمة خياط؟ نعم. أين جاء حرف الطاء؟ آخر كلمة. جاء متصل أم منفصل؟ منفصل. منفصل، أحسن. سنرى إجاباتكم الرائعة. إذا في كلمة طير أتى حرف الطاء في أول الكلمة متصل، وفي كلمة مطر جاء حرف الطاء في وسط الكلمة، أما في كلمة بط جاء حرف الطاء في آخر الكلمة متصل، أما في كلمة خياط أتى حرف الطاء في آخر الكلمة منفصل. هل شاهدتم أشكال حرف الطاء الجميلة؟ نعم. وسنبدأ بفقرة هيا نلعب. هل أنتم جاهزون؟ جاهزون. سنرى هذه الفقرة ما هي؟ الفقرة يوجد فيها أسئلة جميلة. السؤال الأول من فقرة هيا نلعب، السؤال يقول: أي كلمة تبدأ بحرف الطاء؟ هل كلمة قطة أم طفل أم بطة؟ من سيقول لي مهند؟ طفل. سنرى إن كانت إجابتك صحيحة أم لا. أحسنت، إذا الصورة هي الطفل. السؤال الثاني من فقرة هيا نلعب، السؤال يقول: أي كلمة في وسطها حرف الطاء؟ هل كلمة مشط أم كلمة طاووس أم كلمة مطبخ؟ من سيقول لي؟ تفضلي يا نسيم. مطبخ. مطبخ، سنرى إن كانت إجابتك صحيحة أم لا. أحسنت، إذا كلمة مطبخ جاء حرف الطاء في وسط الكلمة. السؤال الثالث من فقرة هيا نلعب، السؤال يقول: أي كلمة تنتهي بحرف الطاء؟ هل كلمة بط أم كلمة قطار أم كلمة طائرة؟ فاطمة. بط. سنرى إجابتك صحيحة أم لا. أحسنت، كلمة بط جاءت في آخر الكلمة متصلة. ماذا يقول لي ما هي المدود القصيرة؟ شهد. فتحة ضمة كسرة. أسمعيني صوتهم. أحسنت، من سيقول لي ما هي المدود الطويلة؟ فاطمة. ألف الواو والياء. أسمعيني صوتهم. أوي. أحسنت، وبعد أن قلنا بمعرفة المدود القصيرة والمدود الطويلة لدينا ساعة الحركات. سننظر إلى هذه الساعة الجميلة، من سيقول لي الساعة ماذا يوجد فيها؟ رفيف. أحرف. أحرف أيضا. ثائر، ماذا يوجد داخل هذه الساعة؟ ماذا يوجد داخلها؟ مدود طويلة وقصيرة. مدود طويلة وقصيرة. ماذا يقول لي العقرب الطويل عند أي حرف توقف؟ مهند. حرف الطاء. حرف الطاء. ما هي حركته المناسبة؟ الطاء لمن توقف؟ مع الواو. والطاء مع الواو. سنرى إجابتك يا جميلة. أحسنت، سنرى الحركة الثانية. ما هذا الحرف الذي توقف فيها العقرب الطويل فاطمة؟ حرف الطاء. حرف الطاء مع أي حركة جاء؟ الياء. والطاء مع الياء. رائعة، سنرى إجابتك يا جميلتي. أحسنت، الصورة هذه عند أي عقرب توقف؟ عند أي حرف نسيم؟ حرف الطاء. حرف الطاء، ما هي حركته المناسبة؟ ضمة. والطاء مع الضمة. طو. سنرى، رائعة، أحسنت. والصورة الأخيرة عند أي حرف توقف حرف الطاء؟ رفيف. الطاء مامن؟ فتحة. لا، انظري انظري أين جاءت الحركة؟ انظري أين جاءت الحركة؟ تحت السطر أم فوق السطر؟ أين جاءت؟ فوق السطر. لا، انظري فوق السطر أم تحت السطر؟ تحت السطر. تحت السطر، والحركة التي تأتي تحت السطر دائما تسمى فتحة أم كسرة؟ كسرة. إذن الطاء مع من أتى؟ مع الكسرة. مع والطاء مع الكسرة؟ طاء. لا، مع الكسرة. طي. أحسنت، رائع، سنرى، إذن الطاء مع الكسرة طي. والآن
لدينا بائع الكلمات سيتجول بينكم، ويوجد في هذه سلة بائع الكلمات كلمات جميلة من حروف اللغة العربية الذهبية، ويجب أن كل واحد أن يأخذ كل واحد منكم كلمة جميلة، ولمن يكون قادرا على تهجئة وقراءة الكلمة التي معه سوف يستحق مني هدية. هل أنتم جاهزون؟ جاهزون. أنا بائع الكلمات، من سيشتري مني كلمات جميلة؟ تفضلي 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 يا جميلتي، تفضلي يا فاطمة، تفضلي يا ثائر، تفضلي يا مهند. وبعد أن قام بائع الكلمات ببيعكم كلمات جميلة سوف نقوم بعرض هذه الكلمات، ويجب على كل واحد منكم أن يقوم بقراءة الكلمة التي توجد معه. شهد، قومي بتهجئة وقراءة الكلمة التي لديك. الطاء مع الكسرة طي، والفاء مع الكسرة في، والطفل. أحسنتي. الكلمة التي معك يا نسيم، هيا. القاف مع الكسرة قي، والقاف مع الألف قار، قطار. أحسنت يا نسيم، هيا يا رفيف. الباء مع الفتحة باء، والطاء مع الفتحة طا، والغين مع السكون غو. ما هي الكلمة التي معك يا رفيف؟ بطيخ. بطيخ. فاطمة. الباء مع الفتحة طا، والباء مع الكسرة ب، والياء. ما هي الكلمة يا فاطمة؟ طبيب. طبيب. ثائر، اقرأ الكلمة التي معك. العين مع الطمع حو، والطاء مع الواو طور، عطور. أحسنت. مهند. الطاء مع الفتحة طا، والحاء مع الكسرة طي، طحين. طحين. إذن الكلمة الأولى هي طفل، أما الكلمة الثانية طبيب، والثالثة عطور، الرابعة قطار، الخامسة طحين، والسادسة بطيخ. أحسنتم، إجاباتكم جميعها صحيحة وتستحقون هذه الهدايا الجميلة، قد كنتم رائعون جدا. تفضلي يا شهد، مبارك لك. تفضلي يا نسيم، تفضلي يا رفيف، تفضلي يا فاطمة، تفضلي يا ثائر، تفضلي يا مهند. هل أعجبتكم هذه الهدايا الجميلة؟ نعم. أنتم تستحقونها فعلا. وفي الختام أتمنى أن ننال أعجابكم، وشكرا.